السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي مع درس جديد في مادة الدراسات الاجتماعية. إن شاء الله درسنا النهاردة بعنوان الخصائص السكانية للبيئة الصحراوية. أول حاجة هنتكلم فيها النهاردة سنة ستة سكان البيئة الصحراوية عايشين فين؟ هل سكان البيئة الصحراوية بيعيشون في محافظات الحدود؟ في محافظات الحدود، ودول خمس محافظات قدامي في الرسم البيان اهو: جنوب سيناء، البحر الاحمر، شمال سيناء، الوادي الجديد، مطروح. طب لو قال لي الخمس محافظات دول انا سميتهم محافظات الحدود ليه؟ هيقول لي هنا بما تفسر تسمية محافظات الحدود بهذا الاسم، تسمية محافظات الحدود بهذا الاسم. هقول له انا سميتها بالاسم ده لأنها تقع على حدود مصر، لأنها تقع على حدود مصر، موجودة على الحدود. طيب من رسم البيان اللي قدامي دلوقتي أنا عاوز أعرف أكبر محافظة فيهم سكانا هي شمال سيناء، يبقى دي أكبر محافظة سكانا. طيب أقلهم سكانا هي جنوب سيناء، أقلهم سكانا هي جنوب سيناء. طيب جنوب سيناء يا جماعة هي ديت أقلهم سكانا، يبقى أنا دلوقتي عرفت أن سكان البيئة الصحراوية عايشين في محافظات الحدود. محافظات الحدود دول إيه؟ خمسة. أنا سميتهم محافظات الحدود دي ليه؟ لأنها تقع على حدود مصر، لأنها تقع على حدود مصر. طيب بقول لكم يا أولاد انا عرفت اكبر محافظه فيهم سكانا شمال سيناء واقلهم سكانا هي جنوب سيناء. طيب بيقول لي بقى هم عايشين في الخمس محافظات فيهم كلهم، يعني كل المحافظه فيها سكان؟ لا، ده بيتركزوا في ثلاث اماكن بس في المحافظات ديت، لانها محافظات حدوديه وصحراويه، يعني موجودين في الصحراء، يبقى هم قاعدين في المكان اللي فيه حاجات معينه. طيب الثلاث اماكن بقى هم ايه؟ اول حاجة في الواحات، ده رقم واحد، يبقى دلوقتي سكان البيئة الصحراوية قاعدين في الواحات، وهقول له بما تفسر السكان قاعدين في الواحات ليه؟ هقول له للعمل بالزراعة اعتمادا على المياه الجوفية. واحات مصر الخمسة دول فيهم المياه الجوفية، عشان كده بيتركز فيهم السكان وبتقوم فيها حرفة الزراعة. طيب تاني حاجة بيتركزوا فيه اتنين، في مناطق التعدين واستخراج البترول. مناطق التعدين واستخراج البترول ديت بسبب، لو قال لي هنا هو بما تفسر